السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة. في البداية أتمنى لكم يوم جميل ورائع بإذن الله الواحد الأحد، واللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين، والله يحفظكم من شر الأوبئة والأمراض يا رب. إن شاء الله اليوم راح ناخذكم بتغطية جميلة، بمغامرة وبلقاء مميز مع أحد الشواب اللي راح يعرفنا على مجموعة معالم قديمة وتاريخية، وإن شاء الله راح نعرفكم على أحد الكهوف القديمة اللي كان أحد الوجهات القديمة للقوافل التي كانت تنتقل من وإلى، فراح نعرفكم أكثر ميدانيا إن شاء الله. هذا الحين وصلنا لمنطقة الصرم، أحد المناطق التابعة لإمارة الفجيرة، طبعا تأتي بعد منطقة الطويين، وإن شاء الله راح ناخذكم في هذا الجبال اللي موجودة في منطقة الصرم إن شاء الله. هذه منطقة الصرم، هذا كل هالمساحة اللي تشوفوها والبيوت هذا كلها هي منطقة الصرم. الحين انتقلنا لمعلم ثاني، وهو احد المساجد القديمة اللي اندثرت واللي كانوا يسموه مسجد الروغة نسبة لمنطقة الروغة هذه اللي طبعا يكون مقابل السرب، سرب الروغة. تفضل ابوي سعيد. والله طال عمرك حبنا الوالد ناخذ على المسجد هذا ونصلي فيه وياهم جماعة، وباني لنا حياة ابوه حياة حسن استقاموا فيه هنا يوم تيل أمطار وقت الشتاء، حيوانات بالشرف وهم يجينا بالخلف حياة علي بن سيف الأولي ساكن عندهم هنا، سوى بيوت شعار فوق على الضحرة هذه، والمسجد هذا كان معمور مترين المسجد. نعم انا الحقد على صراحه ما كريت، لكن الوالد انا الحقد على اكيد من قلع المسجد هذا طايح يسوون عليه عشب فوق ويصلوا فيه جماعه المفروض الضيوف يمضعون كل الضيوف يتمون في المسجد هذا لين توقف الامطار، ويوم توقف الامطار عنهم طال عمرك توجهوا ووقفت الوديان عنهم احتووا في حد من هنا ويتقهويون اربعه ويصلون الفجر ويصلون المغرب في المسجد هذا. حياة علي بن سيف وجدي حياة حسن وجدي طبعا لحق عليها ابوي وصلوا وياه في المسجد هذا، وتم طبعا وتمت المدخل هنا مدخله من هنا سكر من هنا وتلف من هنا تدخل من هنا الشعير مضروب هنا هنا تحت هنا مدخل هنا يجيب لنا محجر هذاك المحراب حصال عودة هنا. هذا المحراب هذا الطيات تشوفوها بقية من الزاوية من اليمين سبحان الله هذا الطيات باقية. الحين وصلنا لوجهتنا الأخيرة اللي هي أحد الكهوف القديمة التي تسمى بكهف المغمض. عاد الحين راخذ العلوم من الوالد كذلك. الحين تفضل أعطانا علوم هذا الكهف. والله علوم هذا الكهف من خلقة الدنيا، أنا سمعت بأنه سرب المغمض أو كهف المغمض ما الأسامي هاي تتشابه فيه. نعم فهاي مبيا يوم ناس يطرشون أول يتم السيل عليهم تموا فيه يوم يومين، حد يقول تم اسبوع فيه تحويهم الامطار تحويهم ما شيء غير مليا السرب هذا، ويوم يستوي المراعي يجون الناس يسكنون هنا تموا بالشهر شهرين وسارب عذبهم اول ما شيء حدودي وحدودك ما شيء مانع واللي هي سكن وروح زين كل الفل والعشب والدنيا عندهم ماي بقع صحراء الماي ما موجود بها الا من الغدر ومن نقصوف الماي، وهذا الامر اللي هو الغارع ما واحد قال لهم قال له مطلوب عليه لحم ضب واحد من الشيبان خبرني
شد طعم للضبعان عند الغار هذا. الليل بيته تبى برك قعود شالت لنا. اليوم يا ريان عند عقته سمعت الريال هذا نقع خطيها ما صور على الضب عقته نص ودخلوا بداخل في الغار هذا. الضبعة شلت العيال ودخلت العيال شلوا اللحم أنا عنهم الصغارية صغارية الضبعة الضبعة روح أشردها هي لكن عيالها سحبوا اللحمة ورك البعير ودشوا بالسرب حسب ما خبرني واحد موجود كان ملجأ للضباع هذا هي يعني هذا كان ملجأ للضباع هل سكنوا البشر الأوادم سكنوا عادي يسكنوا الضباع سكن بدأنا قدر وقته لكن من حد يسكن من كل قبيلة يعني بس كان وروح سبحان الله طعم هو هي نعم هي نعم وهذا طعم من طلب من الله وجهات مختصة إنه على يهتموا فيه الغار يهتموا فيه إن شاء الله هم ما قالوا وعنت كثير إنه كسر وايد منه النص منه مكسر وهذا ما بي حتى 10 ترى حصى اللي كسر كان سماي مغمضة إنه مسكر فتحة بسيطة زين لكن الحصى اللي تفجير هو اللي وخلاه هي يأخذ نفس ونفسه بالتفجير حصى اللي كسر كان سماي مغمضة إنه مسكر فتحة بسيطة زين لكن الحصى اللي تفجير هو اللي وخلاه يأخذ نفس ونفسه بالتفجير اللي قبل ما حد يدل عنه هاي يعني كان مغمضة مسكر من قدام كامل لكن هذا كله مفجر منه الحصى كان مساحة فيه لين حصى هناك قلت لي خضيت من هذا السماد نعم. طبعا هذا كله سماد الخنفوش اسمه الخفافيش هو يقصد الخنافيش هم لأن هذا وايد منها ما شاء الله من دخلت أنا ما شاء الله ياسين غرده فيقول لك حق الزراعة وايد زين ومثل ما سمعتوا كان مسكن للضباع هذا السراب من داخل ما شاء الله سراب عود نفس ما خبركم أنا فيه تجاويف بسم الله الرحمن الرحيم داخل بعض سكنوا الضباع هك شفتوا خفاش سكنوا الضباع وسكنوا الأوادم بعد يعني مسكون من كل حد حطب يبانا نجمعوا هذا الحطب للطبخ الصوب الثاني بعد هذا هو سرب المغمض بسم الله خفافيش متروسة داخل الخنافيش اللي يسموه هذه كلها فتحات وفجوات كانت تسكنها الضباع بسم الله شايفين داخل بعض بسم الله خفافيش كل مكان ما شاء الله ايه هذا قرون التيس هذا قرن التيس ميلف هنا اتوقع نيشان هذا ومتاكل وحليله ها هذا هو سرب المغمض سرب عود او كهف ما ندري يسمونه الحين سرب او كهف هذا طعمهم قد الضباع يخبرون الشواب الاوليين حتى واحد منهم موجود تغزي في السيوح وتغزي في الرمول ومقره هنا